في إطار مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، وفي ضوء مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء، والذي وجه فيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل رؤى وتطلعات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2019-2022. ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم ورشة عمل التطلعات المستقبلية، وهي الورشة الختامية في سلسلة ورش العمل الحكومية التي تشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، في إطار المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقيادته الحكيمة ولما تشهده البلاد من تقدم وتطور في كافة المجالات، جاء انعقاد ورشة عمل التطلعات المستقبلية في ضوء مخرجات الملتقى الحكومي 2017 عقد برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومبادرة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر. عقدت ورشة عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل رؤى وتطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها الثلاث: الاستدامة والعدالة والتنافسية كمرتكزات للتنمية. في هذا السياق ترأس أصحاب السمو والمعالي نواب رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اجتماعات لمناقشة محاور تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم، وهي المحاور المبنية على الخدمات ومحور الاقتصادي والمالي والمحور التشريعي والأداء الحكومي. خلال تلك الاجتماعات تم تداول سياسات ومبادرات ومشاريع المرحلة المقبلة التي أفضت في جميع المحاور إلى صياغة 29 سياسة و106 مبادرة جاءت جميعها متسقة مع أهداف العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، والتي تركز على إعادة رسم دور القطاع العام
من أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، والمواصلة في دعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن وإشراكه في الارتقاء بمستواه المعيشي. هذه الأهداف الطموحة تتطلب أربع أدوات لتحقيقها، وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية، تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، تسهيل كافة الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة. كان الهدف من كل ما تم في الحوارات والمناقشات معرفة الأولويات التي تشكل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة القادم. تم خلالها التأكيد على أولويات تتمثل في زيادة النمو الاقتصادي، تطوير التشريعات لمواكبة التنمية، وتنويع مصادر تمويل المشاريع الحكومية، ورفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي والخدمات، وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإسكان وحماية البيئة. وستتم خلال الفترة القادمة بإذن الله اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمتابعة ما تم مناقشته وإنجازه. الحضور الكرام، بناء على ما تقدم، فإنه لا بد من الإشادة بما حققته الحكومة من إنجازات ضمن برنامج عملها 2015-2018، حيث جاءت أبرز تلك الإنجازات في المجالات التالية: مجال النفط والغاز، أولت الحكومة اهتمامها في تنفيذ مشاريع استراتيجية داعمة لقطاعي النفط والغاز، عندما تم خلال الفترة السابقة البدء في مشروع توسعة مصفات شركة بابكو، ومشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي، ومشروع تجديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وبتوجيه من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لإعطاء الأولوية لعمليات الاستكشاف، تم التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ المملكة، والذي سيسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية وزيادة التطور والازدهار في مجالات التنمية المختلفة. مجال إسكان، مواصلة العمل على توزيع 25,000 وحدة سكنية تنفيذاً للأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع والخدمات الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، والتي توفر السكن اللائق للمواطنين وأسرهم. مجال الصحة، بدء العمل في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية عبر إعادة رسم دور وزارة الصحة من المقدم إلى المنظم، ولتعزيز كفاءة الخدمات والرعاية الصحية قامت الحكومة بمواصلة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية العامة والمتخصصة في مختلف محافظات المملكة، ومن أهم إقامة مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب الذي سينتهي العمل منه في نهاية العام الجاري، إضافة إلى قرب تطبيق مشروع الضمان الصحي الوطني. مجال التعليم والتدريب، عملت الحكومة على مواصلة المسيرة التعليمية في المملكة بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التطويرية لتحسين جودة التعليم والتدريب وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وتحسين جودة الكوادر القيادية بالمؤسسات التعليمية من خلال برامج تحسين المدارس، والذي يشمل جميع مدارس المملكة الحكومية، وتطوير المناهج الوطنية، والعمل على إنشاء عدد من المدارس لتلبية الاحتياجات التعليمية بمختلف المراحل، ووضع حوافز لتشجيع الاستثمار في التعليم وتطويره، الذي بدأ بتنفيذ مبادرة تطوير التعليم والتدريب، وذلك بإنشاء كلية المعلمين وكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، وهيئة جودة التعليم منذ عام 2008. مجال العمل والتنمية الاجتماعية، سعت الحكومة إلى تعزيز دعم مختلف فئات المجتمع بتوفير خدمات اجتماعية فاعلة،
يفوق الدعم فيها 380 مليون دينار سنوياً. مجال البنية التحتية استكمالاً لتنفيذ ومتابعة الحكومة للمشاريع الكبرى التي تبلغ كلفتها 32 مليار دولار، يتم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية الداعمة للتنمية الاقتصادية، أبرزها التوسعة الشاملة لمطار مملكة البحرين الدولي ومضاعفة طاقته الاستيعابية وتنفيذ عدد من المشاريع الطرق الرئيسية وشبكة نقل الكهرباء والصرف الصحي. مجال التشريع، منذ أن تقلد جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، سعت الحكومة نحو تحديث وتنظيم وتطوير منظومتها التشريعية وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية للتنمية. فقد تم في البرنامج الحالي إقرار سلسلة من التشريعات والقوانين الداعمة للتنمية، ومن أهمها قانون الأسرة وقانون تنظيم القطاع العقاري وقانون العقوبات البديلة وقانون الشركات. وفي هذا السياق نعرب عن الشكر والتقدير للسلطة التشريعية على تعاونها مع الحكومة في إقرار هذه التشريعات لصالح الوطن والمواطنين. وانطلاقاً من الأهمية والحرص على إشراك المواطن في رسم التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة المقبل، تم فتح المجال للمواطنين لإبداء الرأي ووضع المقترحات حول ما سيتم إدراجه ضمن تلك التطلعات، حيث تم استلام العديد من المرئيات والمقترحات التي أكدت على الحس الوطني العالي وروح المسؤولية لدى المواطنين للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. وفي الختام يسرني أن أعرب الشكر والتقدير لكل الذين شاركوا في ورش العمل وأسهموا في نجاح أعمالها وعلى ما تحقق من برنامج عمل الحكومة الحالي. وبعد أن يتم استعراض أهم إنجازات برنامج عمل الحكومة الحالي، يقوم سعادة السيد محمد إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتقديم شرحاً حول مخرجات ورشة العمل للتطلعات المستقبلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي العرض الذي قدمه سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، قال إنه تم إنجاز 83% من برنامج عمل الحكومة الحالية 2015-2018، كما تم تقديم شرح مفصل حول مخرجات ورش العمل لوضع التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة المقبل. وقال سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع إن مخرجات الورش من شأنها أن ترفد آلية وضع برنامج عمل الحكومة القادم، وأن تعزز من وتيرة الإنجاز فيه بما يجسد حجم الطموح لبناء المزيد من المكتسبات للمواطنين. نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه، يمثل برنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي يستمد قوته من السياسات والبرامج التي تخدم الوطن وتهم المواطن، التوجهات الاستراتيجية للحكومة وما تضمه من أولويات ومشاريع يتم تنفيذها على أساس الشفافية في توضيح التحديات والواقعية في وضع الحلول العملية التي تناسب إمكانيات المملكة بما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وفي عام 2012 تفضل حضرة صاحب الجلالة
الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالتصديق على التعديلات الدستورية بمنح المجلس النيابي الصلاحيات في دراسة برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه لمنحه الثقة. وفور إقرار مجلس النواب وجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى المضي في الخطط التنفيذية بإشراف من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في متابعة البرنامج وتوفير الدعم المطلوب لكافة الجهات. ففي المحور السيادي استطاعت الحكومة تعزيز حفظ الأمن العام والاستقرار في المملكة ورفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث، إلى جانب العمل على إصدار القوانين والتشريعات بالتعاون مع السلطة التشريعية منذ البدء في برنامج عمل الحكومة. هناك كثير من التشريعات التي صدرت أيضاً إنفاذاً لبرنامج عمل الحكومة. إذا كنا نتكلم عن التعديل الذي يجري الآن على قانون محكمة التمييز فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات أمام محكمة التنفيذ فيما يتعلق بقضايا الأسرة، نتكلم عن العقوبات البديلة وكيف أن كان لها أثر كبير في أن تكون هناك نظرة جديدة للعدالة تتوائم فيها فكرة الإصلاح مع فكرة العقوبة. ويمكن أهم شيء في ذلك حدث في خلال 4 سنوات الماضية هو التحول الكامل إلكترونياً في محاكم التنفيذ. الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع استطعنا إنجاز 28 قانون مع السلطة التشريعية، في حين في الدورين الأول والثاني كان نفس العدد 28 في دورين و28 في دور واحد فقط. هذا أيضا يظهر مدى نتائج التعاون مع السلطة التشريعية، وطبعا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عمل السلطتين يصب في مصلحة المواطن والوطن أولا وأخيرا. وعملت الحكومة على تعزيز البيئة الاقتصادية التي ترتكز على تحسين البيئة الاستثمارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية بأبعادها المختلفة في المحور الاقتصادي والمالي، عن طريق مواصلة بناء بيئة الأعمال والتجارة نحو اقتصاد قوي ومتكامل يجعل البحرين مركزاً مهماً لريادة الأعمال. وفي محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية حرصت الحكومة على تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطن بجودة عالية، حيث عملت الحكومة في مجال التعليم على تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية إيماناً بأهميته ودوره في خلق العقول وصقل المواهب في بيئة حاضنة للإبداع والمنافسة. استطاعت وزارة التربية والتعليم بدعم من قيادتنا الحكيمة يحفظها الله ويرعاها أن تنفذ ما التزمت به من إنشاء مدارس حديثة. كان هناك التزام بعشر مدارس، الآن ولله الحمد وصلنا إلى 9 مدارس، ونحن مستمرين في تقديم الخدمات الأخرى في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل. هذا المشروع يقوم على تأهيل المدارس، تزويدها بالخدمات الإلكترونية من لوحات ذكية أو مختبرات أو فصول إلكترونية، ونحن في متابعة مستمرة حتى تبقى مملكة البحرين على ريادتها في هذا الجانب. وفي مجال الصحة قامت الحكومة بجهود متواصلة لتعزيز المستوى الصحي وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي حاجة الأفراد بمختلف متطلباتهم، لتواصل بذلك تقدمها في مجال تطوير الخدمات الصحية ليصل إلى مستويات متقدمة. تمكنت الوزارة من خلال هذه الفترة من استكمال تطبيقات نظام آي صحة، وهو من النظم المتقدمة والمتطورة في خدمات الرعاية الأولية والخدمات الثانوية. والاستدامة طبعاً الخدمات الصحية لابد من التطرق إلى المشروع الضمان الصحي الذي يعمل عليه مجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع كافة الأطراف، وهذا المشروع هو هدفه لتحسين خدمات صحية لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وتنفيذاً للأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، وفرت ما يقارب 25,000 وحدة سكنية. شرعت وزارة الإسكان بتنفيذ 5 مدن في وقت واحد،
مدينة الشمالية، مدينة شرق الحب، مدينة خليفة، ضاحية الرملي، ومدينة شرق سترة. كما استطاعت وزارة الإسكان أن تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص ما يزيد عن 5600 وحدة سكنية. وأيضا استطعنا من خلال برنامج مزايا أن نسكن أكثر من 2600 مواطن. وفي محور البيئة والتنمية الحضرية، فقد عملت الحكومة الموقرة على الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية من خلال تنفيذ أعمال وحدة الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة، كما تم العمل على تطوير وسائل المحافظة على البيئة والحفاظ على الأنواع والسلالات والأصناف ذات الأهمية. من ضمن أهم الإنجازات اللي عمل عليها المجلس على البيئة من خلال برنامج عمل الحالي كان إنشاء مختبر وطني لقياس المواد المنشعة، كان تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، كان تحديث المقاييس البيئية، إعداد استراتيجية لجودة الهواء، وكذلك المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية للمخلفات. وفي محور البنية التحتية عملت الحكومة على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية ذات المعايير العالمية لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين، كمشاريع تطوير الطرق والشوارع الرئيسية وتوسعة مطار البحرين الدولي. وحرصت الحكومة على رفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي وإنتاجية القطاع العام من خلال رسم خطة لتطوير أداء موظف الخدمة المدنية من خلال تقديم برامج خاصة لرفع مستوى القيادات التنفيذية. وانطلاقاً من مخرجات الملتقى الحكومي 2017 بأهمية إشراك الجميع في صياغة توجهات وتطلعات الحكومة وليكون التكامل الحكومي في أبهى صوره، تم عقد ورش عمل لمناقشة التطلعات المستقبلية حول المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 بعزم وإصرار على تحقيق معدلات إنجاز أكبر. عمل حكومي متقن، قياس للأداء وتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة وجهود أخرى كبيرة كانت سبباً في نجاح الحكومة في تحقيق الإنجازات المنشودة من برنامج عمل الحكومة 2015-2018 لتسجل البحرين بذلك خطوة جديدة في مسيرة التطوير والبناء في جميع المجالات. مسيرة التنمية والبناء دائماً ما تحتاج إلى جهد يبذل من نافذة الانتماء لمملكة يراد لها الخير والنماء في مجالات العمل المتنوعة. وبرنامج عمل الحكومة ومنذ بزوغ الفكرة حابب عناصر ثلاثة شكلت ركيزة أساسية له: الاستدامة والتنافسية والعدالة، والتي من رحمها أعلن عن قافلة من التوجهات العصرية أتت بنفسها طواعية من أجل التغيير المنشود والتطوير الذي ذللت له كل البنود. الوصول إلى برنامج عمل يتم تنفيذه مع خطة متوازنة تجمع بين الإمكانيات المتاحة والطموح، فبالتالي هذا يشكل الاستغلال الأمثل للموارد وفق جدول زمني، وهذه اعتبرها خطوة رائدة في مسيرة العمل الإداري في مملكة البحرين. ما تولد عن جلسات العمل النقاشية المستفيضة في المرحلة الماضية جمل انسجم فيها المعنى بمضمون سياسات ومبادرات حيكت على مقياس ما تحتاجه المرحلة القادمة. محاور الست والمبادرات 106 وتقريبا المشاريع اللي راح تكون حوالي 300 إلى 350 مثل ما عرضها سعادة الأستاذ محمد المطوع. الجيد والجميل في العرض اليوم أنه يعني بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الورش تم عقدها من خلال الإدارة الوسطى والإدارة العليا في الوزارات، فلما تأتي الخطط والحلول والمبادرات من الجهات الحكومية مشاركة المواطنين راح يصدق عليها إن شاء الله البرلمان حسب التعديلات الدستورية، راح يكون عملية التنفيذ مشاركة أكبر
ونسبة النجاح راح تكون أكبر. والمشاريع هناك اليوم تناسق كبير والمحاور اللي موجودة وتم طرحها والسياسات التي تم تبناها من خلال هذه ورش العمل جعلت الأمور واضحة لجميع مسؤولين الدولة والقطاعات المختلفة في الدولة بإدراك تام وتنسيق بينهم بين بعض في المشاريع المختلفة. على نية جلب الفوائد تأتي المقاصد مخاطبة لرغبة المواطن بالدرجة الأولى. صراحة انتهى البرنامج بنقلة نوعية في تقديم برنامج على عمل الحكومة في هذه الدورة، لأن احنا يعني وضعنا برنامج عمل الحكومة بناء على مناقشات مع كل الجهات وليس فقط تحديدا لبرنامج عمل وزارة معينة أو جهة معينة. طبعا هاي النقلة النوعية شهدت التنسيق والتكامل مع كافة الجهات لوضع مرئيات وبرنامج عمل حكومة موحدة. ما يميز البرنامج في هذه السنة أن نسبة الإشراك كانت عالية من جميع القطاعات المعنية من مستوى المدراء وطالع، إضافة إلى أن حتى أراء الجمهور تم وعامة الناس تم الاطلاع عليها وتم التطرق لها لأخذها في الحسبان، لأن برنامج عمل الحكومة يمثل تطلعات وآمال المواطنين في المقام الأول، واللي احنا نأمل في نهاية المطاف أن يتم تلبيته. برنامج عمل الحكومة وصفة تتكفل بإحقاق أوسع للأمن والاستقرار وترسيخ قواعد اقتصاد قوي ومتنوع، وهو جسر متين يمكن المواطن من رفع مساهمته في عملية التنمية، وهو استراتيجية مثلى ستحرص على تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تنشيط معالم التنمية الحضرية المتكاملة، ناهيك عن دوره في تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي. ضمن محطاته الأخيرة وبالرجوع إلى ما تم الإجماع عليه من مبادرات وسياسات مرنة قابلة للتطبيق، ها هو برنامج عمل الحكومة يستعرض أبرز النقاط التي خط ملامحها المعنيون بأسلوب واقعي يناسب إمكانات البحرين. لتلفزيون البحرين محمد رشيد.